المجاعة التي طالما انتظر الكثيرون حدوثها في اليمن لم تكن تحتاج سوى تسليط الضوء عليها. من الحديدة تأتي هذه الصور الصادمة لأطفال طالما كانوا الفئة الأكثر تضررا من هذه الحرب. في مستشفى الثورة العام بالحديدة تمتلئ الممرات وغرف الانتظار بأطفال يعانون سوء التغذية الشديد، مع أمهاتهم التي تنضح ملامح وجوههم بالعجز والقهر. عز حتى البكاء، والروح التي يحويها هذا الجسد الذابل باتت غير قادرة على انتزاع صرخة واحدة في مواجهة هذا المآل الكارثي لطفل كان يفترض أن يكون الآن بين أقرانه يبتهجون بالعيد أو ما تبقى من بهجته بعد عامين من الحرب. لا شيء يفعله هؤلاء الأهالي وهم يرون أطفالهم يصارعون الحياة القاسية ونتائج الحرب التي كان الجميع يخشى أن تمتد إلى أن يحدث كل هذا، وها قد حدث. مريض ما يأكلش. تقول هذه الأم إنها لم تستطع فعل شيء لطفلها الذي تتلاشى ملامحه أمام ناظريها كل يوم. والده الذي كان يعمل صيادا بات الآن خارج عمله منذ بدء الحرب، كغيره من الصيادين الذين توقفت أعمالهم وتركوا لواجه مصيرهم بأنفسهم. فكان هذا المصير وما من أحد يقف بجوارهم في هذه اللحظة. أما المستشفى الذي كان في السابق يستقبل بضع حالات شهريا صار الآن غير قادر على استيعاب الحالات الكثيرة التي تصله كل يوم، والتي تصاعدت أكثر من 100% منذ أبريل الماضي. كان القسم ما يتعداش استلامة عن 10 حالات 15 حالة بالكثير 20 حالة. الآن الحالة زادت توصل إلى 118 حالة 120 حالة في الشهر. وصلت التأثيرات السلبية للأزمة إلى ذروتها، وبات اليمنيون في حالة لم يعد بالإمكان التعايش معها، فيما لا يبدو أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية، أو أن الميليشيا يعنيها شيء من كل هذا.